ونفس ما نعرف أنه الاعتصام موجود في أغلب المدن، والاعتصام موجود في وسط، نشاهد الكوادر الصحية ومطالبهم. والله احنا من ضمن المطالب اللي تخص منتسبي مستشفى الزهراء التعليمي، وهي تخص كل الكوادر الصحيه بالعراق كله، يعني مو بس اولا من تاسست الحكومه العراقيه عندنا نظام كامل مكمل، نظام يسموه نظام المخصصات، للطبيب للكادر التمريضي يسموه بدل عدوى، لابو المخزن يسموه مخصصات مخزنيه، للسائق مخصصات سياقه، للفني مخصصات خطوره، للمحاسب مخصصات مهني، فكل هذا النظام اللغة من السقوط لحد الآن، وهو هذا برأيي من الأسباب الرئيسية لانتشار الفساد في دوائر الدولة قاطبة. يعني هذا المحاسب مثلا أو أمين المخزن اللي بذمته مواد وأجهزة طبية بحدود 50 مليار 40 مليار، يعني هل من المعقول من السقوط لهسه ما عنده مخصصات تحميه إذا راح من عنده جهاز، إذا راح صار عنده عليه قدر، صار عليه حادث؟ زين المحاسب والمدقق اللي يصرف له بالسنه بحدود 40 الى 50 مليار دينار عراقي، معقوله هذا تايه لا الى مخصصات لا الى فشي؟ بينما قبل السقوط كان اكو نظام مخصصات كامل وواضح وينطي الحقوق، رغم كانت المبالغ قليله، يعني كان النظام موجود ومن تاسست الحكومه العراقيه، مو نظام جديد. وانا استغرب الغاء من السقوط لحد الان، وهو من رايي من الاسباب الرئيسيه لانتشار الفساد في دوائر الدوله. فطورة 50% محتسبة على الراتب الاسمي، واعتقد انها لا تكفي وقليلة جدا بالنسبة للجهود التي تقدمها الكوادر التمريضية والصحية، اسوة يجب مساواة الكوادر الصحية اسوة بباقي الموظفين في وزارة الصحة، مع العلم ان هنالك موظفين في وزارة الصحة بالاساس هي ليست وزارة، احنا لا نقول انها ليست وزارتهم، يعني مثل الطبيب البيطري اعتقد لا ينتسب الى وزاره الصحه كعنصر اساسي في وزاره الصحه، وياخذ مخصصات بدل خطوره 100%. فلماذا هذا التفريق بين الكوادر التمريضيه وباقي الموظفين في وزاره الصحه؟ اكو مطالب معنويه مو ليس ماديه، مثلا اكمال الدراسات العليا او الحصول على مناصب اداريه حال باقي الخريجين. عندنا الكادر الوسطي يشمل الاعداديات وخريجي المعاهد وخريجي الكليات، فاكو مناصب اداريه معنويه، ليش هو مثلا باقي مثلا الطبيب او الصيدلي يحصل على مناصب اداريه وباقي الخريجين ما يحصل على نفس المنصب، مع العلم هو منصب اداري وليس يعني نطالب افتتاح مديريه عامه في وزاره الصحه تعني بشؤون الكوادر التمريضيه والصحيه اسوه بباقي شرائح الموجوده في وزاره الصحه، وكذلك نطالب بافتتاح كلية تمريض في محافظة واسط، لأن المحافظة الوحيدة التي لم تفتتح بها هذه الكلية، ولا معهد تمريض لأنها المحافظة الوحيدة التي لم تفتتح بها هذه الدراسات الأولية. كذلك نطالب بتوسيع قبولات الكوادر التمريضية والصحية في الدراسات الأولية في الجامعات العراقية والدراسات العليا، وكذلك نطالب برفع التسكين الوظيفي عن هذه الشريحة المظلومة والمهمشة، لأنها شريحة مهمشة سابقا وحاليا. عدم وجود عدالة في الإفادات والدورات خارج العراق وداخل العراق، شلون يكون اعتماد الإفادات؟ ما نعرف يعني ترشيحات من حسب حسب الوساطة. انا عندي انا معاون صيدلي من سنة 90 لحد الان، ما راح إفاد نهائيا خارج العراق او في محافظة أخرى، فماكو عدالة بها، اكو بعض الأشخاص يروح أكثر من إيفاد، بينما آخر يكون أبد نهائيا يعني يطب الخدمة ويطلع من الخدمة ما يروح إيفاد.